شاء الله هل 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 10 سنوات هما كالببغاء حافظين اربع كلمات يعاودوا فيها ونقولوا لهم راكم الشعب التونسي تقيأكم. وان شاء الله تكون مناسبه 25 جويلية باش يكون قرار ثوري باش يختار فيه الشعب التونسي قراره وسيادته. رئيس الجمهورية اليوم يقول ممنوع التدخل في السيادة الوطنية من أي جهة أجنبية كانت. أكيد. شنو رأيك؟ أكيد هذا السيد رئيس الجمهورية يحكي في اللي زابيسي في المبادئ العامة. شنو الغريب فيها؟ شنو الغريب أنه يكون قرار الدولة هو قرار سيادي؟ شنو الغريب أنه يكون عندنا رأي؟ شنو الغريب أنه تكون إحنا اللي نختار ونحدوا مصيرنا ونكتبوا دستورنا ونكتبوا قوانيننا ونكتبوه بطريقتنا وعلى الطريقة التي نعرفها ونعرف بها تاريخنا ونعرف ما يتأقلم معه المجتمع التونسي. شنو الغريب يا نسلتي؟ ما هو الغريب سؤال؟ شنو رأيك اليوم في الاستفتاء اللي باش يعملوا قيس سعيد؟ الاستفتاء اللي اقترحه قيس سعيد هي الفرصة التي لم يتجرأ بعد الثورة اللي جات في 2011 أشباه السياسيين وقتها أنهم يعتمدوا هذا التمشي، لأنه الاستفتاء أنك تختار وتعتمد رأي الشعب، والشعب الذي هو يقرر أي شيء، يقرر أي حاجة تستفتيه. من جاءت الثورة مشاوش في هذا التمشي، ما مشاوش، فرضوا علينا هك الهيئة ما نعرفش شنو وعملوا لنا نظام مؤقت وطوال المؤقت ودستور مؤقت، ومن بعد عملوا لنا دستور فضيحة، ومن بعد عملوا لنا مجالس فضيحة، ومن بعد عملوا لنا هيئات فضيحة، ويجي تو بعد ما سكتكونا وذاننا وفلقوا لنا الطبابل نتاع الوذن نتاعنا بالصفصطة والحكايات الفارغة، يجي جاي وقت اللي رئيس الجمهورية ياخذ موقف شجاع باش يصلح. يعني الإنسان اللي يكون إنسان يبني بناء ماهوش إنسان يهدم، هما 10 سنين كاملة هم يهدموا. جاء رئيس تحمل مسؤوليته، قال لا عندي عزاز الحرية ولاني متحزب ولا وراي حزب، وخذا موقف جريء وما طلب حتى شيء، وقال الشعب هو اللي يريد، الشعب هو اللي يختار، الشعب هو اللي ينظف، الشعب هو اللي يعمل. يا رسول الله يحكي بالجابوني، هل قيس سعيد يتقن اللغة اليابانية يا أنيستي؟ قيس سعيد يتقن اللغة اليابانية، حكى باللغة العربية قالوا ما فهمناش، هو بدل شوية ولا يتكلم باللهجة العامية باش العباد تفهم. قال لهم الشعب يريد، والاستفتاء هي أقوى طريقة ديمقراطية باش يعبر الشعب التونسي والشعوب اللي تحب الديمقراطية وتحب تحكي على مبادئ الشرعية والمشروعية وحرية ما نعرفش شنو هو الحريات العامة اللي صدقونا بها روسنا. هذا قرار لرئيس الجمهورية بس الشعب ياخذ فرصته ويتخذ موقف جريء، وإن شاء الله تكون مناسبة 25 جويلية باش يكون قرار ثوري باش يختار فيه الشعب التونسي قراره وسيادته. وأكيد أنه هذا التمشي هو تمشي ستثبته نتائج الاستفتاء، وسوف تكون نتائج صادمة لهالأوباش هذوما اللي يصطنعوا في السياسة والتجار الدين، واللي صدقوا الشعب التونسي ومرضوه. الشعب التونسي الآن هو شعب مريض، نطلبوا له لطف، نطلبوا له أنه يمشي يداوي يا أخي، وتسمع فيا وأنت تعرف، وإذا كان كل في الغلط تقول لي راك غلط. الشعب التونسي شعب مريض، إن شاء الله ربي يشفيه، وإن شاء الله هل 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 10 سنوات هما كالببغاء حافظين أربع كلمات يعاودوا فيها، ونقولوا لهم راكم الشعب التونسي تقيأكم، بالدارجة ردكم، العف منكم، تفلقت المرارة منكم، يزيكم ما حكيتوا، يزيكم 10 سنوات حفرة ما سديتوهاش، جايين تو باش تنتقدوا السياسة نتاع رئيس الجمهورية. أولا احترموا المقامات، وقت اللي كان الباجي قيس السبسي رئيس قال ما يحكم معايا حد وما عنديش عزة سحرية، وقت اللي حكم قبله وقت اللي جاء الشعب سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول الشعب يريد، نقولوا له راك غلط يا سيدي غلط، وأنا معاك يا سيد رئيس وأنت غلط، وأدخل بالتراكس كيف عمل شو اسمه السيسي.